جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل شيخ صالح فيقول: هل يصح أن أدفع الزكاة إلى الخالة شقيقة الوالدة والعمة شقيقة الوالد والأخت وأيضا الجدة جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، وهذا أفضل إذا كانت هذه النساء من أهل الزكاة، يعني يكن فقيرات، فدفعها إليهن أفضل من دفعها إلى الأجنبي، لأنها تكون صدقة وصلة، لكن بشرط أن يكن مستحقات دفع الزكاة، لأن يكن محتاجات وليس لهن عائل يعولهن من زوج أو قريب. أما إذا كن مستغنيات بمالهن أو بإنفاق غيرهن عليهن، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليهن لعدم الحاجة. نعم.